الجبنه وبجدور وضعها رغم اشاره الفلاحين الشباب من ابداع لتقع. وتعرف معظم المشاريع المبرمجه في قطاعات الفوسفات والماء. حقيقة نعيش اليوم فرحة ونشوة سياسية ودبلوماسية ووطنية وحدوية تاريخية، نداء للوطن، نداء للحسن، نداء التضحية من أجل استحضار ما قام به الآباء والأجداد. خطاب المسيرة الخضراء اليوم يجسد ذلك التلاحم والترابط الذي ظل قائما ما بين العرش والشعب المغربي. الخطاب أعطى صورة واضحة لكل من يرغب في معرفة الحقيقة وحقيقة ما جرى من أحداث على أن هذا الخطاب يكرس الدفاع عن الوحدة الترابية ويتمسك بمشروعيته وبسيادته على أقاليمه وينفتح على الآفاق الاستشرافية للتنمية البشرية وإصلاح كذلك الخطاب الملكي تلك الروابط التاريخية والتجارية التي ظلت قائمة ما بين الدولة المغربية والعمق الإفريقي على مدى أكثر من 12 قرن من الزمن، ونستشرف من خلاله كذلك على أن الوحدة الترابية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، فالصحراء مغربية وستظل مغربية بالحجة والبرهان والتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية. حقيقة أشار الخطاب الملكي السامي على ذلك الدور الريادي الذي يربطه المغرب بعمقه الإفريقي من خلال شراكة اقتصادية ما بين نيجيريا والمملكة المغربية في أنبوب الغاز الذي يدعو إلى السلم والمسالمة، إلى توفير الأمن الغذائي والأمن الطاقي، وكذلك الانفتاح على دول غرب إفريقيا واستحضار ما قام به الآباء والأجداد من روابط تجارية ظلت تربط المغرب بعمقه الإفريقي، ولكن دائما عبر مسالك وشعاب الصحراء المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.